ترتيب هداف دوري أبطال أوروبا صلاح ومبابي في الصدارة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك ليه تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. تعود منافسات دوري أبطال أوروبا للنسخة الجارية 22-23 من جديد مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بانطلاق دور 16 من البطولة. وتنطلق منافسات ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا بمواجهتين، الأولى ستجمع بين ميلان أمام توتنهام في إيطاليا، بينما سيحل بايرن ميونخ ضيفا على نظيره باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس. ومن المقرر أن تستكمل لقاءات الذهاب غدا الأربعاء بمواجهة بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي وكلوب بورج مع بنفيكيا، ويشهد يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير إقامة مباراتين بين ليفربول وريال مدريد وإينتراخت فرانكفورت أمام نابولي. وتختتم مرحلة الذهاب يوم 22 فبراير بمواجهتين بين انتر ميلان وبورتو وليبيزك ضد مانشستر سيتي. ولقد أنهى صلاح دور المجموعات بعد أن هز الشباك في 5 مباريات متتالية في دور أبطال أوروبا، متضمنا أسرع هاتريك في تاريخ المسابقة بتوقيت 6 دقائق و12 ثانية فقط في الجولة الرابعة بعد الفوز على رينجز. والآن مع قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا: رقم 1 محمد صلاح ليفربول 7 أهداف، كيليان مبابي باريس سان جيرمان 7 أهداف، ريبيرتو ليفاندوفسكي برشلونة 5 أهداف، مهدي طارمي بورتو 5 أهداف، إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي 5 أهداف، محمد قدوس أياكس أمستردام 4 أهداف، جوا ماريو بنفيكيا 4 أهداف. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.